استاذ دكتور مجدي فاروق، رئيس قسم القلب بكليه الطب جامعه حلوان. حضرتك كنت تقول لنا حضرتك تتوقع تشوف ايه جديد في كارديو اليكس؟ يعني دايما عودنا الدكتور محمد صبحي والمجموعه المسؤوله عن كارديو اليكس ان هم دايما بيابديت اس بما هو جديد، وخصوصا في الانترفنشن وفي الكاس وفي ما هو جديد في عالم الانترفنشن. احنا السنه دي يعني شفنا حالات لايف ممتازه جدا من مركز الاي سي سي، وفي حالات لايف كانت حالات توتال اوكلوجن وحالات يعني ديفيكلت كيسز، وشفنا ازاي النيو جايد لاينز والنيو تكنولوجي والنيو الانسترومنتس والستنس الجديده كلها ازاي ساعدت الطب ان هو يفتح حاجات او يواجه مشاكل ما كانتش قبل كده بنقدر نواجهها. انا شايف ان الجديد السنه دي في عالم الانترفنشن هو استقبال الاساطير الجديده واستقبال الاستنتاجات الجديده، وده يعني اثبت فعاليه واثبت كفاءه زي ما شفت ده مع وادي دايما كارديو اليكس في حاجه زي كده. الحاجات الثانيه يمكن بتاتي في المرحله الثانيه في الاهميه، وهي الايكوكارديوجرام والحاجات الثانيه. وبرضو في انا شايف ان في شير كتير بين ده تخصصي الاساسي يعني، بس انا شايف ان ابتدى الايكو والنار انفيزيف تكنولوجي يبقى هيد تو هيد للانترفنشن في الكارديو اليكس، وده حاجه كويسه كنا زمان بنفتقدها. فيعني انا شايف الامور بدات تبقى ايكوالي يعني، او على الاقل في تحسن اكتر في الايكو. طبعا بالاضافه للنيو موداليتيز والحاجات دي، النيو دراجز والجايد لاينز الجديده في الهايبرتنشن وفي الديسليبيديميا وفي الاسكيميك هارت. طبعا احنا كارديو اكس كما عودنا دايما باي ابديت بالنسبه للتريتمنت بالنسبه للدراجز او بالنسبه للجايد لاينز او بالنسبه لللايف سبورت وكده، ما شاء الله في تحسن فيه وفي اهتمام باذن الله. ان شاء الله كارديو اكس يبدا سنه باذن الله. باذن الله فعلا. باذن الله فعلا. ممكن حضرتك تقول لنا جايد لاينز للتريتمنت بتاعت الهايبرتنشن؟ تمام، ده حاجه ممتازه. طبعا احنا عارفين ان الهايبرتنشن دلوقتي اصبح من اللي احنا بنسميه السايلنت كيلر الاول، وطبعا كل يوم احنا بنعرف ايه عن الهايبرتنشن لان هو مرض مش معروف عنه كتير، لكن كل يوم الطب بيعرف جديد. وانا شايف دلوقتي بقى في جايد لاينز جديده التريتمنت في هايبرتنشن. طبعا الارقام اللي كنا بنقولها زمان اتغيرت دلوقتي في نيو جايدلاينز جديده. انا بنصح كل الاطباء خصوصا اطباء الشباب ان هم يطلعوا على النيو جايدلاينز الجديده في بالنسبه للتريتمنت في هايبرتنشن، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نتابع حاجه زي كده، ونبقى على قد ما نقدر موازيين لما هو جايدد او لما هو موصوف لتريتمنت في هايبرتنشن. فانا بنصح كل الجينيورز او كل اطباء الجداد ان هم يتعرفوا على النيو جايد لاينز تريتمنت اوف هايبرتنشن، وحاولوا على قد ما يقدروا يتابعوها ويحاولوا يقدروا يكونوا ابديتد ويكونوا بيتابعوا حاجه زي كده ان شاء الله باذن الله. تسلم. ميرسي قوي.